السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أحبة. بتكلم معكم موضوع مع إني قد تكلمت فيه كثير، لكن والله من يجيني من اتصالات والرسائل تخليني أعيد أتكلم فيه. العلاقات المحرمة بين البنات والعيال، أو بين العيال والعيال، أو بين البنات والبنات، أو بين المتزوجين والمتزوجات. أقول لكل أحد عنده علاقة محرمة، شف هالحب اللي تسميه حب، والله ربي ما يوفقك فيه، إني أعذبك بهذا الحب تعذيب لأنه ما يرضى. يقولون الحب عذاب، اي عذاب، اذا صار ما يحبه الله عز وجل بيعذبك بهالحب حتى تتركه من اجله. القلب فارغ، القلوب فارغه، اما تعبيها بحب الله ورسوله او يعبيها الشيطان بحبه والهوى. فانت عب قلبك بمحبه الله عز وجل وتعظيم. قهرني بعض البنات، يا شيخ هو يحبني يحبني ما اقدر اخليه، ويدي على نفسه ويحلف ويخلي امها تكلمني، يحبني يا شيخ يحبني ما اقدر اخليه واكسر قلبه. واحيانا وش يسوي فيها؟ بيبدا حياه جديده، الشاب بيبدا خلاص بيتزوج ولا شيء، خلاص لازم ينهي العلاقات. الله لو انه يحبك وصادق في حبه، ان ما يرضى عليك انك يكلمك بالحرام او يراسلك بالحرام، لا يخطبك ويتزوجك ويخليك قدامه. يا شيخ بتركه، برسل لي قلب مكسور، تعرفون الفيس ذا مصدقه، حلال عنده غيرك الف، يخلص من ذي يطيح في ذي. بعض الشباب يا شيخ والله انا احبه حب صادق صراحه، احبه حب في الله ونتعاون انا وياها على الخير ونامر بعض بالصلاه وذكر الصباح والمساء، ما شاء الله. يقول ما شاء الله تحبها في الله يعني؟ يقال ايه. اقول زين ما تاخذها بعد عمره بعد، ما شاء الله تبارك الله عليك، اي حب في الله يا ابوي؟ ترضى اختك احد يسوي معها كذا؟ لا اختي لا. طيب بنت الناس اللي تحبها قولتك حب صادق، كيف ترضى عليها تكلمها وتسمع صوتها اللي هو عوره او حتى تشوف صورتها؟ صح يا شيخ صح، ما ترضى على خواتك وعلى أمك، ارضى على بنات الناس. زين الأعظم إذا كانت متزوجة وتكلم واحد متزوج، أو متزوج يكلم واحدة متزوجة. أسألكم سؤال، أنت تدري أنها تحت ذمة رجال؟ شوف أنت متزوج ترضى على زوجتك أحد يكلمها؟ ترضى؟ وأنت ترضين زوجك يكلم أحد غيرك؟ حتى لو كان اللي بينكم بس اتصال، ها، او صور او شيء، سواء كنتم متزوجين او ما زلتوا عزاب، اسمعوا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: العينين لتزني وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والاذنان تزني وزناهما السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. قبل فتره تكلمني وتشكي وتصيح تقول يوم هل لي احبه واكلمه وعلى تواصل معه، ملك وخلاني، قال لك طيب العلاقه ببدا حياه جديده، يقول مع زوجتي. والله العظيم إذا رخصتي نفسك أنت، هل تقولين تكلمين هذا؟ ترى ما هو مغليك، والله ما هو مغليك، والله ما يغليك، أنت نزلتي من نفسك تحسبينه بيرفعك؟ طق باب الناس، طقوا الناس بابه، الحين ما يطقون الباب، يكسرون الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يجيه شاب فيقول يا رسول الله أذلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختي؟ ما زال يعدد عليه محارمه والشاب يقول لا 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 يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لأخواتهم، فأنت اللي ترضى لأهلك يرضى. تقول بس اللي بيني وبينها اتصال وألوه رسالة وصورة، هذا يعتبر من الزنا. يا أخي أنت وانتي والله ما تقدرون على نار ربي، والله ما تقدرون على غضبه، والله ربي ما يوفق لا دنيا ولا آخرة. الحين شيء مؤسسينه على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم، ما أسسته على تقوى من الله. إذا كانت العلاقة متطورة وأكثر وأكثر، الزنا نسأل الله السلامة والعافية. بالله اسمعوا ذا القصة من واحدة تكلمني قبل فترة تقول لي تشتكي. القصة هذه للعظة وللعبرة، مهم للتشهير، لذلك ما ذكرت فيها أسماء. لكن تقول كم مرة مسكت في قضية خلوة، كم مرة مسكت مع شاب، كم وكم. تقول كأن الله عز وجل يرسل لي تنبيهات، يا فلانة اصحي، يا فلانة اصحي من اللي انت فيه. تقول استمريت في هذا المعصية، استمريت حتى ابتلاني الله عز وجل بالإيدز. ترى هذه مو برا، هي برا السعودية ولا هي برا الخليج، عندكم هنا في السعودية. يا أخي يوسف عليه السلام اسمع، 7 يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب من الزنا عنده. يوسف من اللي حاول يفتنه مرأة العزيز وجليساتها، مع هذا يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الحين بعض الشباب لو تجيه واحد من الله استغفر الله العظيم طاح عليه. أنا ما بيطول، لكن اللي أقوله التوبة، من تاب تاب الله عليه، اقطع العلاقات جميعها، اقطع الاتصالات كلها، واتصل بالله عز وجل. تقول ما أقدر، وأنتي لا تقولين ما أقدر، تكفون لله
متى تتركين علاقة من أجل الله؟ أنت متى تترك علاقة من أجل الله؟ يا أخي لو تموت أنت على هالعلاقة ما يدري يموت وهو على علاقة محرمة. تخيل يا أخي مت وما زالت فلانة ترسل لك أو أنت ترسلين له، والله مصيبة. توب الله عليه إذا تبت يتوب مهما كان ذنبك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ترى سبحان الله اللي قلبه حي، اللي قلبه حي ما زال في نور الإيمان ويحب وعنده علاقات محرمة عايش في صدام 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 صدام، أحيانا وده يترك يطفش يضيق صدره ما ودي بالعلاقات المحرمة، وأحيانا يضعف وتجيه الشهوة يستمر يستمر. بس نابة هذه حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. يا رب إني بترك معي عشانك، يا ربي لك تكلم لله، يا ربي لك لله لله. متى تترك عشان الله؟ عشان الله تترك له. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بيعوضك بسعادة بطمأنينة وراحة، بس متى لله؟